انا متفائل وفرحان ولا متشائم وحزين؟ متفائل وفرحان انا منعتي في السماء، انا متشائم وحزين منعتي واقع في الارض. هقول لكم على قنبله يوجد في المخ اكتر من 3-4 آلاف مركب، مركب هايل اسمها الانترفيرونز انترلوكينز، اسلحه الخلايا سايتوكاينز. ففي اكتر من 3-4 آلاف مركب جميل جدا يفرز من المخ للانسان المتفائل المحب اللي عنده امل. هذه المركبات تدوب الاورام، تسلك الاوعيه، تفتفت الحصى، تعمل حاجات فظيعه. لو جلطه تدوب الجلطه، حصوه تفتفت الحصى، ورم تسيح الورم. اكتر من 3-4 آلاف مركب سام. ده في الانسان مين؟ المتفائل المحب الجامد. العكس، اكتر من 3-4 آلاف مركب سام نتيجه الحزن والخوف والقلق، بتنزل تعمل جلطات تسد الاوعيه، تعمل جلطه في الرجل الاول بتبقى ديب فينس ثرومبوز، تطلع على فوق تسد لك المخ، تعمل شلل وعمى، تيجي على القلب تعمل ذبحه وجلطه، تيجي على الكلى تعمل رينا الارتري ستينوزس، تقفل اوعيه الكلى. انت عاوز ايه؟ عاوز تبقى متفائل وفرحان ومركبات المناعه بتاعتك عاليه. انا عندنا واحد كان عنده 7 حصوات في المراره، وقال انا واثق من ربنا انه هيفكها لي، يسجد ويطول السجود ويحط ايده، اعوذ بكلمات الله وبقدراته من شر ما اجد واحاذر، ويدعي 7-8 مرات 5 مرات في اليوم، كل مره 7 مرات، ويشرب مشروبات دافئه. اقسم بالله العظيم بعد شهر بنعمل سونار ما لقيناش ولا حصوه ولا حصوه، يقول انا واثق ان ربنا هيدوب لي الحصوات دي. بص الثقه اللي عنده قد ايه، بص المواد المفرزه من عنده قويه ازاي. عندنا مواد بتفرز في الجسم اقوى من ميه النار، يعني ناس جات لنا عندها جلطات كلاكيع كده، دي فينا الثرومبوز كلاكيع، من كتر الثقه في الله والسجود واليقين دابت الجلطات ودابت الحصوات. انما بقى اللي معقول وده ينفع، ده قالوا لي على عمليه، ولازم تفتح المتشائم ده ينكد عليك وعلى اهلك وعلى نفسه ومش هيخف.